السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. احنا كنا عملنا سابقا شرائح التبريد والحمد لله كان وضعها جيد، وطبعا كأي عمل في البدايات لابد انه يعني بعد يوم يومين تكتشف انه هناك بعض المشاكل اللي لابد انه تتلافاها. من المشاكل اللي ظهرت عندي انه احيانا طبعا انا حطيت القطعة هذه من الخارج لكن من الداخل ما حطيت شيء من الجهة المقابلة من الخلف، فأحيانا الماء يصير فيه زي الصابون أو كذا رغوة فيبدأ يفيض في المكان هذا ويبدأ يخرج للخارج. أيضا أحيانا بعض القطرات اللي تنزل من هنا تنزل وتتجاوز الحد البسيط هذا. تشاورت مع بعض الأخوان الكرام بارك الله فيهم وكانت آراءهم جيدة ونافعة. طبعا احنا وصلنا إلى نتيجة نعتقد والله أعلم أنها أفضل، وهي أنه بما أن هذه الماسورة 4 بوصة راح نستخدم ماسورة 6 بوصة اللي هي هذه. الماسورة هذه طولها 2 متر لأنه العرض هنا 1.80 متر فكان لابد أنه شيء يكون أكبر، فجبنا عرض 2 متر كاملة وراح نقفلها من هنا وقصيناها قص وراح نحميها الآن ونحاول نفتحها بحيث انه القطعة هذه كاملة تنزل بالداخل، وهذه راح نميلها على اليمين وهذه أيضا راح نسحبها على اليسار وراح تشوفون العمل بعد ما ننتهي منه. راح نستخدم طبعا جهاز التسخين وراح نستخدم أيضا المنشار علشان اللي فتحنا فيه العبوة أو البايب هذا كاملا. راح أكمل العمل أنا واللي معي. الآن فتحنا الفتحة هذه، شايفين كيف أصبح الشكل هذا؟ هذا المسار جيد، الثاني هذا المسار الآخر هذا راح نعدل عليها الآن بحيث أنه يصبح مثل هذا. الآن أصبح بالشكل هذا، ثنيناه لليمين وهذا اليمين وهذا اليسار وأصبح بالشكل هذا. راح نركب البايب هذا في الداخل، راح يكون مكانه هنا، الماء اللي راح يقطر راح ينزل هنا كأبعد نقطة، المفروض انه هنا لكن لو قلنا انه في زيادة راح تكون في المنطقة هذه. ايضا هنا نفس الفكرة، وفي النهاية كلها راح تمشي عشان تنزل في الخزان الأخير. راح ايضا اتاكد منه واشيك عليه الان، وربما يحتاج ان نلمه شوي ما يمنع. الان هذه نظرة جانبية، طبعا من هنا الى الحد الاسفل اللي حديناه هنا تقريبا 10 سنتي، ومن الجهة الثانية نفس الفكرة وخليناه يمين ويسار بالطول هذا. الان راح اركبه تحت هذا واشوف. الان ركبناه، شايفين كيف صار الـ4 بوصة في الداخل. من الجهة هذه صار هذا واقي، ومن الجهة الأمامية عندنا الواقي الأول هذا، ولو فات شيء راح ينزل هنا وراح ينزل انسيابي للداخل، هذه انسيابيته. وما يمنع أيضا أنه أنا أحميه وأشده شوي للداخل، ما في مشكلة. طيب الآن راح أشغل الماء وشوف. بسم الله، الآن راح يبدأ يسحب الماء. بدأ ينزل الماء، تلاحظون هذا البلاستيك اللي أنا حطيته عشان يحمي. الآن حتى لو شلت البلاستيك هذا وفي شيء يقطر راح ينزل هنا. بنشوف هل في المنطقة هذه راح يحصل بلل ولا لا، سواء من الجهتين من الخلف أو من الأمام. الماء ايضا بدأ ينزل هنا بانسيابية، ما عنده مشكلة. تمام، ايضا لو فاض شيء من هنا او من هنا من اي مكان راح ينزل هنا. لاحظين من الطرف الثاني محمي بهذا. طبعا انا الى الان ما قفلت الخلف، هذا الجدار امامكم باقي، لكن جيد ان احنا نجرب ونشوف.
ركبنا عوامة اللي تركب في المكيفات الصحراوية علشان نحافظ على منسوب الماء، وأيضا علشان لما يغيب الواحد عن البيت ما تتأثر، يعني لأنه هذا لابد أنه أنا أضيف فيه الماء مباشرة. الآن وصلت له البايب وراح أربطه من هنا أيضا باللي يسمونه قفيز علشان يمسك. الآن هذا وضعها، راح أركب الآن طبعا يجي القسامات زي هذا حق غاز، ويجي الثاني هذا، وهذا أفضل ولو أن فتحته صغيرة لكن جيد. الآن عوامتنا شغالة، الماء ينزل بالشكل هذا، راح توقف. كل الأمور ترتبت ولله الحمد. طبعا زي ما تلاحظون ما في ولا قطرة ماء في الخارج، الحمد لله رب العالمين.